يعني سبحان الله، زي ما احنا واحنا في البدايه كده لسه بنقول النهارده، قد ما في ناس كانت واخده الموضوع بتاع الدعاوى الساذجه دي باستهتار وبضحك وبهزار، قد ما في ناس كانت متحفزه مستنيه حاجه وحشه تحصل. معرفش ايه نوع السواد القاتم الكائن داخلهم، بس في ناس كده. في ناس كمان كانت متحفزه جدا لزياره الرئيس الامريكي جو بايدن لمصر وتقول مش هيجي، مش هيهتم، ولما يجي يزعلوا جدا، وتلاقي ان في حاله من الغضب كده والاستياء. برضو بغض النظر عن تفسيراتنا للاسباب اللي تخلي شخص يعمل كده في بلده او مع بلده، الحكايه دي محتاجه تحليل نفسي. لكن السؤال النهارده، زياره الرئيس الامريكي جو بايدن لكوب 27، وهو بالمناسبه كان غايب عن كوب 26 وجي مصر وقال أنا بعتذر أني ما كنتش موجود، لكن جي مصر عشان يعلن القرارات الفاعلة في الحفاظ على البيئة. بالمناسبة أمريكا والصين لو أخذوا قرارات هينقذوا البشرية. كل الدول طبعا مهتمة وكل الدول لازم تاخد قرارات، بس دول أكثر دولتين بيسببوا انبعاثات، وبالتالي قراراتهم هي القرارات الأكثر ثقلا والأكثر أهمية. عشان كده احنا واحنا بنتكلم عن لقاء جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا محتاجين كمان نفهم الرسائل السريعه جدا واللي كانت حاسمه جدا، واللي كانت زي ما زميلتنا العزيزه ريان بتقول كانت رسائل تنفيذيه. معانا متشرفين على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير جريده اليوم السابع. استاذ اكرم مساءك خير. مساء النور، اهلا وسهلا. استاذ اكرم، يعني دائما ما بتكون اللقاءات الرئاسية بروتوكوليا معدة بعناية، وأيضا الرسائل اللي بتطلق فيها هي رسائل مهمة جدا. قد تكون النهاردة عندنا نوعين من الرسائل، رسائل بيئية للعالم كله ورسائل سياسية تخص مصر. حضرتك شفت يعني الجانبين إزاي، أو أيهما كان غالبا؟ يعني والله هو القمة نفسها الحقيقة هي أكبر رسالة أطلقتها مصر، لأنه نجاح هذه القمة نجاح للدولة المصرية بكافة مؤسساتها لمدة سنة وأكثر، والدولة المصرية بتعمل بجهد وبإخلاص حقيقي. وهذا العمل الحقيقة أضاعف من مخزون الثقة، يعني في ثقة إقليمية ودولية في الدولة المصرية، ده صحيح. والرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ما أخدش القمة ببساطة، خدها بجدية شديدة، وكان حريص جدا من كاب 26 انه يتحدث باسم مصر وافريقيا وبخطورة هذا الامر. ما كان يمكن لدولة ناشئة او دولة طموحة الا دولة زي مصر انها تأخذ هذا الامر على عاتقها. قبل كده قضية المناخ نفسها كانت تبدو قضية طرفية، النهارده في خطر حقيقي العالم كله شايفه. فالدولة المصرية الرسالة الأساسية هو هذا النجاح. واحنا يمكن انت اشرت ان جو بايدن ما حضرش 26، واحنا عارفين امريكا اصلا كانت اتسحبت في فتره ترامب من اتفاق باريس بتاع المناخ اللي هو مفترض فيه التعهدات بتاع الدول الكبرى، واهمهم زي ما انت اشرت امريكا من اكبر الدول اللي مفترض عليها التزامات في ال 100 مليار اللي هي اصبحت دلوقتي اقل مما يمكن استهدافه، يعني ممكن عشرات الاضعاف. فالحقيقه انه الحضور ده، يعني انت اشرت الى اللي كان يقول فلان مش هيجي وفلان مش هيجي، هم جم بالمناسبه مش مجاملة، لا هم جم أولا بدافع من بلادهم وبدافع من الأجهزة والمؤسسات عندهم اللي اكتشفوا هذه الجدية واعتبروا عدم حضورهم خسارة كبيرة. لذلك كان جو بايدن حريص جدا أن يعلن هذا الأمر ويتحدث وقال نحن نريد بناء الثقة، لأن كثير من الاتهامات كانت في الولايات المتحدة والدول الصناعية بأنها تفقد الثقة حينما تتخلى عن مسؤولياتها تجاه إصلاح المناخ اللي هو الكرة الأرضية كلها، وهم مسؤولين عن 80% من الانبعاثات في الولايات المتحدة والصين زي ما أنت أشرت. ففكرة وجود رئيس وزراء بريطانيا أو رئيس الأمريكي أو هذا العدد من الزعماء والرؤساء بهذه الكثافة، لأن مصر عملت بجدية والحقيقة قدمت مبادرات وبدائل للتمويلات ولتبادل الديون ولدعم الدول وطرق مختلفة وطرق تفاوضية، كان في حلول زي ما احنا بنقول خارج الصندوق لهذه القمة. وعشان كده هذا النجاح مش نجاح شكلي، نجاح موضوعي ونجاح على التنظيم وطريقة الأداء وتقديم البدائل ومبادرات زي نوفي أو حياة كريمة في أفريقيا. والرئيس كان حريص بقى في جزء من هذه الرسائل، في رسائل زي ما أنت أشرت بتبقى معلنة ورسائل أخرى مبطنة، كان حريص إنه يستعرض تصور مصر
لقضية حقوق الإنسان الشاملة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، وإنه هذه التصورات والرسائل هناك صيغة مصرية محلية محدش بيستوردها أو حد يضغط فيها، مش بناء على مطالب حد، بناء على مطالب الشعب المصري، وإنه المصريين بس أو الشعب المصري بس اللي يقدر يطلب ويغير ويستجيب. الرئيس في لجنة العفو أو في الحوار الوطني بيستجيب لهذه الاتفاقات أو المطالب أو غيره، باعتبار دي تجربة مصرية تفصيل. فدي جزء من الرسائل، وأظن رد الفعل من الرئيس بايدن وحديثه عن احترامه لمصر ومصر إنها حليف استراتيجي وطريقة الود اللي كان موجود، ورئيسة مجلس النواب بالمناسبة شفنا اللقاء أيضا وتصريحاتها، ودي ست يعني كانوا بيطلق عليها المرأة الحديدية، كان ترامب نفسه بيخاف منها، وكانت اعتقد كان هناك رسائل مهمه جدا لرئيسه مجلس النواب. في رسائل طبعا، ففي جزء مهم جدا في الامر، فالرسائل الحقيقه المعلنه والمبطنه انه شهاده نجاح، وانت كنت بتقولي يراهنوا، اصل اللي بيراهنوا دول ما اقدرش احسبهم الحقيقه، يعني دول جزء صغير جدا ومعروفين طول عمرهم ان هم بيتمنوا الخراب، والناس لا يعيشوا الا في الخراب زي الخفافيش كده والحيوانات او الكائنات الخرافيه، يعني ما بينموش في الواقع، لكن يمكن بعض الناس اللي كانت عندها تصورات خاطئه او تحليلات خاطئه ربما تعيد النظر، لانه دي مش اول مره، والحقيقه انه الثقه الكبيره جدا اللي مصر عملت بها هذه القمه كانت بتدي انطباع انها لا، ان الدوله المصريه لا تلتفت لمثل هذه الاشياء، وان دي عبث يعني، وكان القمه ده. وبعدين برضو نقول ايه، الشعب المصري درجه وعيه عاليه جدا وقادر على التفرقه بين الخير والشر وبين الادعاء والحقيقه، واعتقد انه ده درس مش بس من الدوله المصريه، كمان من الشعب المصري اللي دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول انه يوجه دايما الشكر للشعب المصري اللي تحمل وعارف ان في مشاكل وعارف ان في ازمه اقتصاديه عالميه ويقدر يتفاعل معاها، بس هو عارف انه ايه، الدوله دي قوات مسلحه قادرين نميز والاجهزه وان احنا هنعمل تجربه سياسيه تفصيل بتاعتنا احنا، ليست من لا شرقية ولا غربية، تجربة مصرية خالص. بشكرك، أنا بشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وتحديدا الجملة اللي قالها أستاذ أكرم إنه حققت مصر نجاح موضوعي. صدقوني، وتاني بنقول بعض الناس اللي هو عايز طول الوقت يعيشك في الحالة دي من البؤس والفشل، وانت حتى لو مش فاشل لازم يحسسك بالفشل، دي رؤية عندهم. خلوني أشارك حضراتكم مثلا بحاجة يمكن مش كتير مننا أخد باله منها، لكن في حملات ممنهجة على مواقع السوشيال ميديا موجهة إلى اللي قاعد دلوقتي في شرم الشيخ يجي على موبايله رسائل ضد مصر، ودي أنا شفتها بعيني، أنا مش بتكلم عن أصلي سمعت إنه بتحصل كده، طول ما اللوكيشن بتاعك أو موقعك إنك في شرم الشيخ، إذن في ناس بتوجه حملات للوفود المشاركة ضد بلدها، تخيل المنطق، تخيل قد إيه الرغبة في الإفشال. فعشان كده لما تكلموا عن تنظيم ناجح جدا لكوب 27 وأنت تبقى مبسوط، حتى لو إحنا مش مشارك، أي حد مش مشارك بيبقى مبسوط، يقول لك لا ده نجاح شكلي. الجملة اللي قالها أستاذ أكرم بشكره عليها، لأنه لا ده نجاح موضوعي، والنجاح الموضوعي يحمل نتائج، وطالما بتخرج كل يوم بنتائج فيبقى نجاح موضوعي. النهاردة مش قادر أحسب أنه ده يحسب من النجاح الموضوعي، لكن إعادة الاصطفاف والالتفاف رغم أي أزمات ومشاكل إحنا بنحلها مع بعض وبابنا مقفول علينا، يبقى ده نجاح موضوعي.